حتى بنا فوق الأجر. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله غريب، يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سادتي، وأمن من لجأ إلى حصنكم، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوا على محمد وآل محمد. الآية كما سلفت إخواني ذكرنا سبب نزولها، وسبب نزولها هي نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وذكرنا في المحاضرة التي مضت على أن سبب نزولها في علي بن أبي طالب منقول عن غيرنا ب24 طريق، وعن الشيعة ب19 طريق، يعني ثابتة عند غيرنا أكثر مما ثبتت شنو عندنا. وذكرنا لكم المصادر وقلنا 10 رواة من الموثقة عندنا وعند غيرنا يؤكد على أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب، حتى أن بعضهم البارحة ما ذكرتها، حتى أن أحدهم معروف هذا الرجل يقول بعد نزول هذه الآية في حق علي بن أبي طالب كنت في كل يوم أتصدق لكي تنزل آية بحقي فلم تنزل. أي يقول يومية أنا كنت أتصدق، وهذه الرواية عندهم مو عندنا، هذه الرواية المنقولة عن أحدهم مولانا العزيز يقول أنا بعد نزول هذه الآية يومية كنت أتصدق، يمكن آية تنزل بحقي فلم تنزل آية بحقي. طبعا أخيرا الآن سوولهم فيلم مولانا وخلوا كاميرات المسجد، وواحد دخل يتصدق ومديده وأخذ الخاتم، زين الآن في بعض الدول الإسلامية ونشروا قالوا هذا الأمر لا يخص علي بن أبي طالب سلام الله عليه، إنما هو عام لكل الناس. صح هو عام لكل الناس، لكن الآية في البداية نزلت في حق من؟ من ابتدر ومن بدأ ومن الآية بحقه نزلت؟ أول من عمل هذا العمل هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. زين، هذا المورد الأول اللي ذكرناه. المورد الثاني اللي ذكرناه
قلنا على أن إنما حصرية وليكم. هنا الولاية نوعين، الولاية التشريعية والولاية التكوينية، وشرحنا التشريع والتكوين، وذكرنا على أن التكوين والتشريع لا يكون إلا لهؤلاء الثلاث، التكوين والتشريع. المشرع الأول الله، المشرع الثاني رسوله، هذه بها دقة حسان قاعد أجيبها بالتسلسل واحدة واحدة. المشرع الثالث الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون لله، علي بن أبي طالب. كذلك التكوين بالولاية التكوينية، أن يقول لشيء كن فيكون، الله سبحانه وتعالى. الثاني رسول الله، ها، يستطيع أن يتصرف بالكون كيفما يريد ويشاء. طبعا هذا التكوين منين؟ من الأصل اللي هو من الله سبحانه وتعالى. الثالث علي بن أبي طالب سلام الله عليه، والأئمة الأطهار من بعده، والأئمة الأطهار من بعده، كلهم طبعا على نفس النمط. شوف أنا أنقل لك قضية البارحة لم أنقلها، جدا جميلة مولانا. الإمام الكاظم عليه السلام كتبوا له الأصحاب، أصحابه قالوا له سيدي متى اللقاء؟ قد اشتاقت قلوبنا إليك، متى اللقاء؟ قالهم الإمام أجاب، قالهم اللقاء في بيت فلان ابن فلان في هذه الليلة، الليلة بعد صلاة العشاء يصير اللقاء في بيت فلان. طبعا الخواص من الشيعة، الخواص من الشيعة راحوا إلى بيت فلان، شافوا الإمام الكاظم عليه السلام قاعد موجود، سألوا، قبلوا إيده ورجله وكذا وقعدوا، سألوا الإمام، تبركوا بالإمام سلام الله عليه. إلى أن خرج الإمام بعد قضاء حوائجهم، طلع الإمام سلام الله عليه. عند الصباح راحوا إلى هارون العباسي، طبعا كل مكان اكو عيون واكو جواسيس مولانا. راحوا لهارون العباسي قالوا له راينا في الليله الماضيه راينا العبد الصالح موسى بن جعفر في بيت فلان. ما يصير، شو بالسجن هو، ها، دز على السجان في بغداد، قال له اين العبد الصالح، يعني الامام الكاظم عليه السلام، اين العبد الصالح؟ قال له في السجن. قال له في الليله الماضيه؟ قال له في السجن. قال له ألم يكن خارج السجن؟ قال له أيها الأمير رأيته يتعبد بعيني هاتين، أنا مخلي جماعة عليه ليل مع نهار يشوفوه شي يسوي شي يعمل. تعرفون حتى كانوا يخلون مع الإمام سلام الله عليه جواري فسق فجرة خاطر يشوفون ردة فعل الإمام سلام الله عليه، وخلون عيون على الإمام سلام الله عليه، يخلون عيون على الإمام. فقال أنا مخلي عين على الإمام، لم يتحرك، هو بالسجن. زين، طيلة ليلته كان يعبد، طيلة ليلته. ذاك الرجل شو يقول؟ الإمام الكاظم كان في بيت فلان، وبالفعل كان في بيت فلان. هذا السجان شو يقول؟ أن الإمام كان بالسجن، وبالفعل كان بالسجن، يعني مو غريب. هذه تسمى الولاية التكوينية. الولاية التكوينية له القدرة، الإمام المعصوم والنبي المعصوم له القدرة أن في زمان واحد يتواجد في عدة أماكن، كما أعطاها الله سبحانه وتعالى لبعض ملائكته، كما أعطاها لملك الموت مثلا، كما ذكرنا سلفا، مو ذكرناه لولا، ملك الموت يتواجد بعدة أماكن في زمان واحد. واضح حبيبي؟ زين، فمولانا العزيز والجليل أن الولاية نوعين، الولاية التشريعية والولاية التكوينية، وغير خارج عن هذه الثلاث، هؤلاء الثلاث. زين، هسا انتبه لي شوية حبيبي، من لم يقبل بالولاية الثالثة، اسمعني اسمعني، هذه شوية حساسة، أترجاك، هاي جدا حساسة، بس أريد شوية أدقق بالآية، راح أشرحها لك من الآية، بس ما نطلع منها منها. من لم يعتقد بالولاية الثالثة، يعني بولاية أمير المؤمنين، من لم يقبل بالولاية الثالثة أكيد ينكر الولاية الثانية، لأن قبول الولاية الثانية اللي هي ولاية الرسول، أشرحها لك، أعطيك مثال. قبول الولاية الثانية ولاية النبي متوقفة على قبول الولاية الثالثة ولاية علي بن أبي طالب، وإذا نكر ولاية علي فقد نكر ولاية النبي الرسول، فإذا نكر ولاية الرسول فقد نكر رسالة الرسول. ليش؟ أسا أنا أعطيك واحدة واحدة، أنا حكيتها للي بالكاميرا قاعد يحب يسمعها. مولانا إنما وليكم الله واحد، ورسوله النبي ولي لمو ولي، النبي ولي. ليش ولي؟ هي بالكلمة موجودة، لأنه رسول، ورسوله
ليش الله انطى الولاية؟ لأنه رسول، قال ورسوله، ما جاب اسمه، قال ورسوله. إذن سبب إعطاء الولاية من الله لرسول الله الولاية مطلقة، كما أن الله عنده ولاية مطلقة. دقق وياي ترى، مو بس عينك وياي مولاي، رجاء هاي شوي الحكاية حساسة هذه. كما أن الله ولايته مطلقة، فرسول الله ولايته شنو؟ مطلقة. ليش الله انطى النبي نفس الولاية اللي عنده انطاها للنبي؟ ليش انطاها؟ لأنه رسول. هو قاعد يقول ها إنما وليكم الله ورسوله. ليش انطى الولاية؟ لأنه رسول. زين، إذن لأنه رسول أعطي الولاية. الولاية شنو؟ الولاية أن يتصرف بالناس كيفما يشاء، يعني طبعا حسب العدالة، حسب العدالة، لأنه معصوم. من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا له ياهو أنت، ياهو قالها رسول الله. رسول الله في واقعة الغدير إيش قال؟ من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ تعرف شنو الولاية بالناس؟ يعني يقدر يطلق زوجتك من دون ما يقول لك، يستطيع أن يتصرف بك كيفما يريد حسب الحكمة والعدالة. واضح مولانا؟ فإذا كانت هذه العدالة موجودة وهذه المولانا الحكمة موجودة عند النبي لولايته، أعطى الولاية لمن؟ لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هو قاعد ينطي الولاية، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. إذا شو يصير مولانا؟ إذا أردنا أن نثبت ولاية النبي فلا بد أن نقبل ولاية علي. ليش؟ لأن اللي نصب علي ولياه الرسول. عن طريق من؟ عن طريق الله. الله سبحانه وتعالى أمر رسول الله أن يضع علي بن أبي طالب وليا، فجعل علي بن أبي طالب وليا. الولي خلي الولي، فإذا نكرت الولي الثالث نكرت الولاية الثانية، وإذا نكرت الولاية نكرت الرسالة، لأن ولاية النبي متوقفة على من؟ على رسالته، لأنه رسول صار ولي. لو مو رسول ما يصير ولي. ولهذا إحنا في كل أذان وإقامة بعد الرسالة نشهد بمن؟ بالولاية، تأييدا إذا شهدنا بولاية علي نشهد بولاية النبي، وإذا شهدنا بولاية النبي شهدنا برسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنتيجة، النتيجة من نكر ولاية علي فقد نكر نبوة النبي. تبعتم ولا شلون صار؟ لأن متسلسلة هي واحدة وراء الثانية. زين، اجوا الجماعة يستشكلون، بعد تدري جماعة ما يذبون شوك ما يقعد الراحة. زين، ايش قالوا مولانا؟ قالوا علي بن ابي طالب، اولا انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. الذين امنوا جمع له مفرد؟ جمع. وعلي بن ابي طالب جمع له مفرد؟ مفرد واحد. هاي من اشكالاتهم الاساسية اللي يطبلون مولانا هذه. زين، قال والذين آمنوا جمع، الذين جمع، يقيمون الصلاة جمع، يؤتون الزكاة جمع، وهم راكعون هم جمع. هاي كلها جمع. إذا هذه جمع فالآية لم ترتبط بعلي بن أبي طالب فحسب. علي بن أبي طالب من مصادقها، بس علي بن أبي طالب مصداق من مصادق الآية، وإلا الآية لم تنزل في حق علي بن أبي طالب بالذات. هذا خلاف لرواياتهم، ترى خلاف هاي المصادر أنا كاتبها. 13 14 15 16 17 18 مصدر كاتب أنا، 18 مصدر اللي البارحة ذكرت لك مجموعة منهم مولانا. هاي خلاف رواياتهم. زين، شنو الجواب مولانا؟ شنو الجواب؟ الجواب احنا عندنا في كثير من الآيات القرآنية الله يتطرق عن للمفرد بمن؟ بصيغة الجمع. أول شيء المتفق عليها في آية المباهلة، المرأة الوحيدة اللي اجت مع النبي في المباهلة يا هي فاطمة الزهراء سلام الله عليها، والمفرد يقال لها امرأة والجمع يقال لها نساء. تعال نقرأ أنا ياك الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إذن عبر عن المفرد بصيغة الجمع المتفق عليها عند الفريقين، على أن فاطمة الزهراء هي الوحيدة التي دخلت مع رسول الله في المباهلة بس، وعبر عنها بصيغة الجمع. أعطيك بعد آية. الآية الثانية مولانا، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين قال لهم الناس. الذين جمع لمفرد؟ جمع. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. كل جمع. تعرف هاي الآية نزلت في من؟ سنة شيعة، سورة، نعم،
يقول نزلت في رجل اسمه نعيم ابن مسعود. هذا نعيم ابن مسعود الآية سنة مع الشيعة متفق عليها سبب نزولها وشأن نزولها. هذا نعيم ابن مسعود الله عبر عنه بصيغة الجمع. هاي اثنين. ثلاثة، بسم الله الرحمن الرحيم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. نخشى، نخشى جمع لمفرد؟ جمع. نزلت في من مولانا؟ سنة مع الشيعة يذكرون أنها نزلت في عبد الله ابن أبي. نخشى جمع، لكن التعبير شنو؟ مفرد. ها؟ نخشى جمع، لكن هي سبب نزولها رجل واحد عبد الله بن أبي. زين. كذلك مولانا الله واحد لو جمع؟ الله واحد، قل هو الله أحد. لكن إذا تقسم الآيات اللي يعبر عن نفسه، ثلثين الآيات اللي يعبر عن نفسه يعبر عن نفسه بصيغة الجمع. إنا، وحدة علي وحدة عليك، إنا أعطيناك الكوثر. إنا جمع هو واحد. إنا أنزلناه في ليلة القدر جمع وهو واحد. إنا أنزلناه في ليلة مباركة جمع. إنا نحن جمع، شوف، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له كل جمع. شوف، إنا نحن نحيي الموتى كل جمع، مع ما أن الله شنو؟ واحد. وهذا حبيبي، فإذا مجيء صيغة الجمع للمفرد مو غريبة في اللغة العربية ولا غريبة في القرآن. هاي اثنين. ثالثا مولانا، صيغة الجمع عادة تأتي لمن؟ للتعظيم. تأتي لمن؟ للتعظيم. فهذه الآية تعظيم لمن؟ لعلي بن أبي طالب. ليش؟ يمكن واحد يمثل أمة، يمكن واحد يمثل جمع. شوفوا إخواني، هذا الدليل الثاني. الآن أنا زعلان من نحت، اسمعني، أنا زعلان من نحت، أجيبوا لي فلان وفلان وفلان 10 20 30، أنا ما أقبل، ما أقبل، ما أرضى على فلان. لكن في بعض الأوقات يجيبوا لي شخص محترم عندي، عزيز عندي، أنا أقدره أحترمه، يجيني مرة يقول لي مولانا خلاص تراضوا يا فلان، أنا أرضى. ليش أرضى؟ لأن هذا الواحد يعادل شنو؟ الجمع. هذا الواحد عندي يعادل جمع. ففي بعض الحالات جمع يجولك أنت ما تقبل، لكن واحد يعبر عن من؟ احترامه وإكرامه كبير. كما أن الله يقول لإبراهيم، شو يقول؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إن إبراهيم كان أمة. انتبهتوا؟ يعني إبراهيم عليه السلام لو جمعنا أعمال الأمة، الأعمال الصالحة للأمة، تكون في من؟ في في إبراهيم. ها؟ ولهذا الشجاعة أنواع، الشجاعة أنواع. يقول لو كان الشجاعة رجلا لكان علي. العدالة أنواع، لو كانت العدالة رجل لكان علي. العلم أنواع، لو كان العلم رجل لكان علي. صفات الكمال أنواع، لو كان صفات الكمال رجل لكانت علي. فيمكن مفرد يعبر عن جمع. فلما يوصل للإمام علي شو يقول؟ يقول إنما وليكم الله بعد ورسوله. يوصل للإمام علي والذين آمنوا، لأن يمثل الذين آمنوا كل ما عندهم من الإيمان عند من؟ عند هذا الرجل. والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، ما قال الذين يصلون، يقيمون إقامة الصلاة غير الصلاة، ولعمولنا بكل ترتيبها مستحباتها بكل حذافيرها، كل من يقيم الصلاة له من الصفات الطيبة والنيرة يحملها علي. شوف، الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم، إذن رجل يمثل أمة بكاملها، رجل يمثل أمة بكاملها. هذا الشبهة الأولى اللي الجماعة طرحوها. الشبهة الثانية، اسمعني مولانا، الإشكال الثاني، إحنا عندنا رواية في إحدى الحروب الإمام علي طقوه بسهم، ضربوه بسهم برجله، فمن خلص الحرب رادوا يطلعون السهم ما قدروا، كل ما مولانا يمسكون السهم بس يجيسون السهم يظل الإمام يتأذى، من يتأذى يتكترون عن الإمام. فوين طلعوا السهم؟ في الصلاة. هاي خروة معروفة، هم عندنا هم عندهم. الإمام كان في حال الصلاة صار مثل البنج، أكو هذا، هذا البنج، شو تقولون أنتم هذا البنج؟ زين، فهذا التخدير. فهذا مولانا العزيز الإمام في حال الصلاة، أجوا مولاي العزيز كشفوا عن رجل الإمام، والإمام في حال الصلاة كشفوا عن رجل الإمام سلام الله عليه، واستخرجوا السهم، ما خلوا الدماء تسير على ثوب الإمام سلام الله عليه، ونظفوا الجروح وخلوا الجروح وخيطوا ورتبوا كله كذا، والإمام في حال الصلاة. ليش؟ لأن الإمام علي في حال الصلاة ينقطع
إلى الله كاملا كاملا، لا يرى إلا ما كان علما لله، لا يرى إلا ما كان لله، لا يرى الأشياء الذاتية لنفسه، يرى الأشياء المختصة بمن؟ بالله تعالى. هاي كضوها علينا جماعة. قالوا أنتم تقولون علي بن أبي طالب طلعوا السهم من رجله زين وما حس، شلون سمع الفقير بالباب؟ ها؟ هو قاعد يصلي ما قاعد يصلي؟ هو قاعد يصلي الإمام سلام الله عليه. بحين الصلاة ذاك المسكين الفقير السائل اللي ذكرناه البارحة عند الباب قال اللهم اشهد إني دخلت في مسجد نبيك فلم يعني أحد، ما حد ساعدني. ها؟ الإمام علي سمع ولا ما سمع؟ سمع، فأشار له الإمام علي بالخنصر، رفع الخنصر مالتنا وتعال اخذ المحبس، فهذا جاء اخذ المحبس. فش قالوا؟ قالوا شلون أنتم تقولون أن علي بن أبي طالب ينقطع إلى الله طلعوا السهم وما حس وهنا سمع الفقير؟ انتبهتوا للسؤال شنو؟ مو هو ثلثين الجواب بالسؤال، إذا ما تفهم السؤال ما تفهم الجواب مولانا. زين شلون هذا الجواب؟ الجواب مولانا هذن اثنين هن الصلاة والزكاة يعني الصدقة ينصب في مصب واحد، ينصب في مصب الله. احنا قلنا الإمام علي عليه السلام إذا صلى ينقطع إلى الله، لا يرى الأشياء الذاتية الشخصية، لا يرى أشياء المباح، إنما يرى ما يختص بمن؟ بالله. لا اللي يختص بالدنيا ما يشوف الإمام، لا يعتني له، اللي يختص بنفسه لا يعتني له، لا الذي يختص بمن؟ بالله يراه. زين الصلاة تقرب لله، بعد الصدقة هم تقرب، إذن في مجرى وفي مسير واحد، هذا تقرب وهذا هذا تقرب، واضح مولانا؟ في نفس المسير، نهر قاعد يجري، ها نهر قاعد يجري، كل شيء اللي قدامه شنو ياخذه خلاص، هذا هذا المسير، خارج عن المسير لا يرى شيئا. فاذا انقطع الى الله يرى ما يخص الله سبحانه وتعالى، من جملتها الصدقه. ها تبعت شلون صار مولانا؟ هاي اثنين، هذا الاشكال الثاني اللي الجماعه طارحينه. الاشكال الثالث، الاشكال الثالث قضيه الزكاه. قضية الزكاة، اكو هاي الزكاة، زكاة خمس، ها خمس كثرة، الزكاة، الزكاة متى وجب؟ الزكاة كل العلماء يقولوا أن الزكاة وجبت مولانا العزيز في المدينة المنورة، في مكة الزكاة ما كان واجب، الزكاة وين صار واجب؟ زكاة الأموال بالمدينة، اتفاق هم سنة هم شيعة على أن وجوب الزكاة صار بالمدينة. قالوا إذا وجوب الزكاة بالمدينة هذه الآية شو تقول؟ تقول بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم، شلون ينطي الزكاة؟ هذا زكاة، شلون زكاة المال ينطيها؟ انتبهتوا للسؤال شلون صار مولانا؟ الزكاة هنا مو واجبة، فإذا هذه الآية مو دلالة لعلي بن أبي طالب، هذه الآية لغير علي بن أبي طالب أو عامة ما تخص علي بن أبي طالب. شنو الجواب؟ الجواب على أن الزكاة نوعين مولانا. زين الزكاة نوعين، عندنا زكاة واجب وعندنا زكاة مستحب. الزكاة المستحبية الصدقة العامة، الصدقة العامة كانت مو قبل أمير المؤمنين ولا قبل، إنما كانت حتى عند الأنبياء قبل الإسلام، وهذا ما ورد في القرآن. شو مولانا؟ بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا وين؟ أوحينا إليهم يعني الأنبياء. إذن زكاة كان شنو موجود لما موجود؟ موجود، يا زكاة مو زكاة المال، هذه زكاة الصدقات، الصدقة يعني زكاة. في آية ثانية عن إسماعيل عليه السلام، نعم سورة مريم 55، بسم الله الرحمن الرحيم وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. إذا الزكاة في عهد إسماعيل هم موجود. آية اثنين، ثلاثة عن عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة وال زكاة ما دمت حيا. إذن زكاة في عهد عيسى هم موجودة. في بقية الآيات حتى في مكة المكرمة زكاة المال ما كانت واجبة. زين شو تقول الآية عنها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نعم الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إذن يعبر عن الزكاة أي وين؟ في مكة، بين حميم السجدة سورة فصلت نازلة في مكة المكرمة مكية. إذن الزكاة في مكة كان موجود، بس يا زكاة، زكاة الصدقات مو زكاة الأموال،
مو هاي زكاة المعروفة اللي 40 طلي أجل لك الله تنطي رأس واحد مثلا شات واحد أو الناقة لأنه صاب خاص. هاي زكاة الأموال وين صارت؟ صارت بالمدينة. بس زكاة المستحب والصدقات وين كانت؟ في مكة المكرمة. فلما يقولوا ويؤتون الزكاة اللي هو علي بن أبي طالب، أي زكاة؟ زكاة مال؟ لو زكاة مولانا الصدقة المستحبة، الصدقة المستحبة. زين، هذا الإشكال الثالث. الإشكال الرابع اللي جماعة استشكلوا عليه مولانا، الإشكال كلمة الولي. كلمة الولي، إنما وليكم، قالوا هاي الولاية بمعنى الناصر والمحب. الناصر والمحب مو بمعنى الولاية العامة المطلقة. التصرف هم تشريع وهم تكوين. شنو الجواب؟ الجواب لا، هذه ولاية خاصة مو ولاية عامة، هاي ولاية خاصة مو محب ناصر. لا، لأن المحب والناصر ما يخص الإمام علي، يخص كل الناس، ما يخص الإمام سلام الله عليه، لكل الناس يجب أن تكون. ها، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هاي بعضهم أولياء بعض، يعني محب يعني ناصر، واحد ينصر الثاني، واحد محب إلى الآخر. هاي يسمونها شنو مولانا؟ الولاية العامة. الولاية العامة، بس الولاية الخاصة صارت لأمير المؤمن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هاي الولاية ولاية خاصة. زين، أكو بعد مورد مولانا العزيز، مورد جميل هنا أنا كاتبه، نعم الصفحة الأولى. ولاية الله، اسمع، ولاية الله لها آثار. أولا، بسم الله الرحمن الرحيم، الولاية الإلهية، انتبه، حلوة هذه. الولاية الإلهية، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. شو سوى هذه الولاية؟ يخرجهم من الظلمات. إذن ولاية الله تخرجنا من الظلمات إلى النور. زين، إذا ما موجودة ولاية الله نبقى وين؟ في الظلمات. إذن الأثر الأول لولاية الله أن ولاية الله تخرجنا من الظلمات إلى النور. زين، ولاية الله تمتد لولاية الرسول، إنما وليكم الله ورسوله، لأن هاي الواو عطف، أنا شرحت لك، هاي واو العطف تعطي حكم ما قبلها لما بعدها، واضح مولانا؟ فإذا كانت ولاية الله تخرجنا من الظلمات إلى النور، فولاية رسول الله تخرجنا من الظلمات إلى النور. زين، إذا ولاية الرسول تخرجنا من الظلمات إلى النور، والذين آمنوا، إذن ولاية علي بن أبي طالب هم تخرجنا من الظلمات إلى النور، واللي ما عنده علي ولا عنده ولاية علي يبقى وين؟ في الظلمات. هاي حسب الآية بعد ترتيب هذا مولانا، هذا سمنا قياس مستنبط العلة بالأصول، هذا اللي ذكرناه قياس، بس قياس مستنبط العلة، حجة عند كل الفرق الإسلامية، واضح مولانا؟ إذا كانت الله قاعد يقول الله ولي الذين آمنوا، ولاية الله شو تسوي؟ يخرجهم من الظلمات إلى النور. إذا ولاية الله تخرج الناس من الظلمات إلى النور، فولاية رسول الله وولاية علي بن أبي طالب تخرجنا من الظلمات إلى النور. نعرف آفاق السماوات والأرض، ونعرف كنها العلم وأصل العلم بمن؟ بولاية علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وإلا الآن تعال أنت، أي تفسير، هذا تفسير القرآن، أي تفسير تأخذه من غير علي وأولاد علي هذا تفسير باطل، لا يستند إلى حجة ولا يستند إلى عقل، إنما التفسير الحقيقي للقرآن تأخذه منين؟ من محمد وآل محمد. فإذا مولانا العزيز، هذا أكو رواية حلوة بس قبل لا أكملها، أكو رواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول، اسمع، يقول بني، راح أسند لك رواية وآية لهذه، أن ولاية علي طلعنا من الظلمات إلى النور. الصلاة ما تكفي، صوم من دون علي ما يكفي، ها، خمس حج من دون علي ما يكفي. هذه أقول لك الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، شو يقول الإمام الباقر؟ يقول بني الإسلام على خمس، شنو سيدي؟ قال الصلاة، بعد والصيام، بعد والحج، بعد والزكاة. زين، شو يقول والأخير؟ يقول ولم ينادي بشيء كما نودي بالولاية. ذكر الخامسة وأكد على الخامسة، ليش؟ لأن تصحيح صلاتك بالولاية، تصحيح الصيام بالولاية، تصحيح كل أعمالك بمن؟ بالولاية. إذا ما عندك ولاية، يا ما ناس قاعد يصلون يذبحون الناس، ها، يا ما ناس ابن مرجم يصلي لو ما يصلي؟ يصلي.
أو يقرأ قرآن ترى بالمرجم، مو ترى رجال كان كافر، لا ما جاي من الغرب، زين كان يقرأ القرآن وكان مسلم، قتل علي بن أبي طالب ليش؟ لأن صلاة من دون ولاية. الشمر كان يقرأ القرآن لولا مسلم لو كافر، مسلم حسب الظاهر ها، لكن ذبح الحسين ليش؟ لأنه لا يعتقد بالولاية. هذا رواية. أعطيك آية، الآية شو تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار. اسمع الآية جدا حلوة هذه، أنا مفسرها قبل سنتين ثلاث يمكن. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. كافي بعد تاب توبة وإيمان ها وعمل صالح، هاي بعد الإسلام شو يريد؟ قال لا ناقص هذا، عافية التوبة ما تكفي، بعد الإيمان هم ما يكفي، العمل الصالح هم ما يكفي، هذن الثلاث يحتاجن رابع يسيرها إلى مسير صحيح. ثم اهتدى، بعدين يؤكد عليها بثم يعزلها، يعني أن هذن الثلاثة التوبة والإيمان والعمل الصالح القائد ياهو الهداية. شوف وإني لغفار لمن تاب بعد وآمن بعد وعمل صالحا، شوف هذن عطف واو 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 ها، الرابع ياهو ثم اهتدى. شنو هذه الهداية؟ يقول الإمام جعفر بن محمد الصادق أي اهتدى إلى ولاية علي وأولاد علي. إذن كما أن ولاية الله تخرجنا من الظلمات إلى النور، فولاية الله ممتدة إلى ولاية النبي وولاية الإمام علي حسب الآية، فكذلك ولاية علي بن أبي طالب تخرجنا من الظلمات إلى النور. وإلا أنت تعال مولانا، يا ما أحكام صدرت في عهد الإمام علي ما كانت صحيحة، يا اللي صححها الإمام علي عليه السلام، يا ما ناس رادوا يرجمونهم ها، أكو نساء رادوا يرجمونهن بعد ها، البعض حكم عليها بالرجم ودفنوها ورادوا يرجمونها وطلعها الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ليش؟ لأن علم من دون ولاية ها، أو قال ما من معضلة إلا ولها أبو الحسن علي، لأن الإمام علي ولايته كولاية النبي وكولاية رب العزة والجلال تخرجنا من الظلمات إلى النور. هاي واحد، هذا الآية الأولى، الآية الأولى ولاية الله تخرجنا من الظلمات إلى النور، فولاية علي تخرجنا من الظلمات إلى النور. الآية الثانية، ولاية الله علامة الإيمان، اللي ما عنده ولاية الله إيمانهم ما عنده. وين الآية؟ اللي ما عنده ولاية الله، اللي ما عنده ولاية الله إيمانهم ما عنده. الآية شو تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اسمع، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. إذن علامة الإيمان ولاية من؟ ولاية الله، زين، وأن الكافرين لا مولى لهم. إذا تريد تصير مؤمن فعليك بولاية الله، زين، إذا كانت ولاية الله علامة الإيمان والإيمان لا يكتمل إلا بولاية الله، إنما وليكم الله بعد ورسوله والذين آمنوا. إذن ولاية الرسول لا يكتمل الإيمان إلا بها، وإذا ولاية الرسول لا يكتمل الإيمان إلا بها حسب الآية، فولاية علي أمير المؤمنين لا يكتمل الإيمان إلا بها. انتبهتوا صار مولانا ولا ما انتبهتوا؟ لبس عيونكم ويا أنتم، جزاكم الله خير. فإذا نشوف العظمة، عظمة ولاية الإمام علي عليه السلام، هذا طبعا من القرآن، خو بعد ما طلعين لا جايبين الرواية، خافوا عاد يقول مرسلة وضعيفة وما أقبلها وما سامحها وما كذا، هذا الحكي واضح ها؟ ولاية الله تخرجنا، شوف هي شوف، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يعني الإمام علي عليه السلام بيناتهم واو، يعني كل ما لولاية الله تنطيها لمن؟ للنبي، وكل ما للنبي تنطيها للإمام علي عليه السلام. فإذا كانت ولاية الله تخرجنا من الظلمات إلى النور، فولاية الرسول وولاية علي بن أبي طالب تخرجنا من الظلمات إلى النور. ها هاي واحد. اثنين مولانا، إذا كانت ولاية الله علامة الإيمان، هاي الآية شوف، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. إذا كان ولاية الله علامة الإيمان، فولاية الرسول وولاية علي بن أبي طالب علامة الإيمان. ولهذا ايش قال؟ تأييد لهذا الكلام، ما دام وصلنا تأييد لهذا الكلام أعطيك رواية معروفة، هم عندنا هم عند خوالنا مولانا، شو يقول لما برز علي بن أبي طالب سلام الله عليه إلى عمرو بن عبد الود؟ ايش قال؟ قال عافية، قال برز الإيمان
كله تأكيد، هاي كله تأكيد، ها برز الإيمان كله إلى الشرك كله، لأننا لا نعرف الإيمان ولم نعرف الإيمان ولن نعرف الإيمان إلا بولاية علي بن أبي طالب. وأعطيك بعد الدليل، أريد أقول لك أن الإيمان هي ولاية الإمام علي عليه السلام. أعطيك بعد الدليل، الدليل على ذلك هي بالآية إنما وليكم الله ورسوله بعد والذين آمنوا، يعني اللي يمثل الإيمان ويمثل الذين آمنوا ويمثل ملة الإيمان كلهم ياهم رجل واحد علي بن أبي طالب سلام الله عليه. زين، هذا إشكال اللي هم طرحوه، هذا الجواب. زين، تعال عندنا آية في القرآن ما دام ترتبط بهذا البحث، عندنا آية في القرآن تؤكد وجود الركوع لليهود. الركوع يهود ما عندهم ركوع، اليهود ركوع ما عندهم، المسيح ركوع ما عندهم. زين، اللي عندهم ركوع صلاة من بس صلاة المسلمين، احنا عندنا ركوع من بعد الركوع ايش عندنا؟ عندنا سجود. الجماعة هم النصارى وهم اليهود ركوع ما عندهم، هذه ما دام ترتبط بهذه هذا المعلومه هاي تفيدك مولانا. ركوع ما عندهم، ولهذا تقرا في سوره البقره ايه 43 بسم الله الرحمن الرحيم، اذا كاتبه كاتب، ما كاتبه انا حافظها مولانا. زين، ما كاتبه في سوره البقره ايه 3، انا ترى معظم اللي حافظهم بس اكتب هيك مولانا للترتيب. زين مولانا، في سوره البقره ايه 43 شي يقول؟ يخاطب اليهود، الله يخاطب اليهود، شي يقول؟ يقول اقيموا الصلاه، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بعد شنو؟ واركعوا مع الراكعين. ليش عذر الركوع عن أقيموا الصلاة؟ هو لما يقول أقيموا الصلاة خلاص، إذا 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 صلاة بها ركوع بعد ما يحتاج يقول واركعوا مع الراكعين، صح؟ لما قلهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة دلالة على أن صلاتهم ركوع ما بيها، لأن إذا ركوع بها صلاتهم خلاص بعد ما يقول اركعوا، لأن قال أقيموا الصلاة. انتبهتوا ما انتبهتوا؟ ها عافية، هو خلاص إذا بيها ركوع، مثل واحد تقول له بويا أريدك تصلي وتركع، شو نصلي وتركع؟ خلاص قل له أريدك تصلي بعد، لا تقول له أريدك تركع، لأن هي الصلاة فيها ركوع، إذا ما تركع يا صلاتك باطلة، هي مو صلاة، ما يسمونها صلاة، صلاة من دون ركوع باطلة عندنا. الله يقول لهم أقيموا الصلاة، لما قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة نفس قال واركعوا مع الراكعين، دلالة على أن صلاتهم ركوع ما بيها، لأن إذا ركوع بيها بعد ما يحتاج إعادة، لأن حاصل تحصيل هذا يسمونه. زين، إذا صلاة اليهود ركوع ماكو، لكن الله أمرهم أن يركعوا مع الراكعين. الروح إلى سورة آل عمران 43، هاي الآية البقرة 43، الآية الثانية آل عمران 43 نفس الآية بس البقرة وآل عمران. آل عمران يخاطب مريم، مريم بنت عمران أم النبي عيسى، قبل لا يولد ولدها، قبل لا يجي للدنيا ويجيب بدين المسيح والنصارى، كانت على أمة اليهود، ها بعدين صارت على أمة ولدها، واضح حبيبي؟ فسواء كانت يهودية أو كانت نصرانية مسيحية، في كل الأحوال ركوعها ما عده. شو يقول؟ يقول يا مريم، آل عمران 43 بسم الله الرحمن الرحيم، يا مريم اقنتي لربك، لأنهم قنوت عندهم، اقنتي لربك واسجدي، طفر، دلالة على الركوع ما عندهم، لأن إذا أكو ركوع كنت أجيبه بالترتيب، كنت أجيبه بالترتيب، لكن ما جاب الترتيب، قبل من القنوت وين راح؟ للسجود، دلالة على أن هذولي ركوع ما عندهم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي، اسمع، واركعي مع الراكعين. ها ليش قالها واركعي مع الراكعين؟ وليش قال لليهود اركعوا مع الراكعين مع ما هم ركوع ما عندهم؟ طبعا الخطاب مو لمريم، مريم ميتة بزمان النبي، ما موجودة، ها الخطاب لمن؟ الخطاب لمن يتبع مريم، الخطاب للنصارى ويهود من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله فصاعدا إلى يوم القيامة، مو الخطاب لمريم، مريم ميتة. زين، لما يقول يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، يعني اتبع الراكعين، يعني يا نصارى يا يهود اتبعوا الراكعين، اتبعوا المسلمين. يا مذول المسلمون مولانا، المسلمون في طليعتهم تدور بالقرآن تلقاها في آية واحدة، ماكو واحد الله يصفه بالراكع إلا رجل واحد اللي كله يمثل الإسلام. واركعي مع الراكعين يعني كونوا من المسلمين، واحدة واحدة، يقول اليهود واركعوا مع الراكعين أي كونوا من أتباع
مسلمين، ياهو اللي مثل الله الإسلام فيه، كل الإسلام هو في مكان واحد يصف هذا الرجل بالراكع، ياهو إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن لما يأمر اليهود باتباع المسلمين الراكعين، يأمر النصارى باتباع المسلمين الراكعين، القرآن يمثل الإسلام كله في رجل واحد يقول وهم راكعون. فالراكع في قمة الراكعين ياهو علي أمير المؤمنين، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنا نركع ونسجد أنا وعلي عليه السلام قبل كل أحد، قبل كل شيء، قبل لا يركع أحد، قبل لا يسجد أحد، يعني أول المسلمين ياهم كانوا علي أمير المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زين، ولهذا يقال له وأمرت أن أكون أول المسلمين، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان رسول الله أول المسلمين فعلي بن أبي طالب أيضا أول المسلمين. زين، هذه الليالي الآن احنا بهالأيام قاعد نعيش في أي أيام الآن؟ في لحظات أو في أيام دخول الحوراء زينب والسبايا إلى الكوفة، هاي أيامها ترى، هاي وقتها. الآن لما دفنت الرؤوس يوم 11 يوم 12 وصلوا مولانا، نعم وصلوا إلى الكوفة، وصلوا إلى الكوفة، كانوا هالأيام هذه في الكوفة ينتظرون، ليندز عبيد الله ابن زياد أرسل كتاب إلى يزيد ابن معاوية يقول له ما نصنع بالسبايا، نوديهم إلى المدينة، نقتلهم، نسجنهم، نرسلهم إليك وإذ لما يرجع الرد يحتاج إلى أيام عديدة، وصل الرد إلى أنه علي بهم إلى الشام، جيبوهم إلى الشام. فهالأيام لما دخلت زينب الحوراء سلام الله عليها، دخلت زينب الحوراء ودخلوا السبايا، دخلوهم في الكوفة، يقول أخذت أهل الكوفة يشتموهم ويضربوهم، يضربوهم بالحجارة، ويتصدق البعض عليهم بالطعام والخبز، الله شوف النقيض بالطعام والخبز، تقلهم زينب سلام الله عليها إن الصدقة تحرم علينا، نحن بنات الرسالة، نحن بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يجوز ولا تجوز الصدقة علينا وإذا أحد الناس كان يشتمهم ويقولهم الحمد لله الذي أراح العبادة والبلاد منكم ومن أخيك الحسين عليه السلام وزينب باكية، زينب زينب عينها مكسورة خاطر، زينب تعاين مرة على رأس الحسين ومرة تنظر إلى رأس أبي الفضل العباس، تقول له يا حسين تتفرج الوايد علي يا علي يا علي يا وعطايا الخلق كلها من دينا خويا عمة عين اليصد بالعين لينا عظم الله لكم الأجر، أخذوهم إلى خريبة الكوفة لا تقيهم من الحر ولا من البرد، وضع زينب جارية بالبايب بينما هن كذلك في حال بكاء وعويل، وإذا بالباب يطرق، الله راحت الجارية فتحت الباب، امرأة كبيرة بالسن ما تريدين أمة الله، قالت أريد حميدة، حميدة بنت مسلم، الله وين جرتنا المصيبة إلى حميدة، دخلت عليها حال اليتيم واضع رأسها بين ركبتيها، يتيمة بعد مولانا، جلست عندها أنت حميدة؟ قالت بلى، من أنت أمة الله؟ قالت أنا من بيتكم ما نغريبة غريبة، وأنا بعيني شفت أول مصيبة،
أنا طوعة، أنا طوعة التي آويت أباك ورأيت أباك كيف يقتل. يقول نظرت إليها باكية، ذكرت أبوها، مشتاقة لأبوها. عندكم أطفال صغارها، تقلها عما يا طاعة احكي لي حالك، سولفي لي عن أبويها. عما يا طاعة احكي لي حالك، من طاح ياهو تدناله، تدناله غسله وعند القاع شاله. اجى الزينة ضمتها الى صدرها، مسحت على رأسها. عم يا حميدة انا امك، انا امك اسير عمها. تقلها عم اش كثر بي حلوة الليالي، اش كثر بي حلوة الليالي، عزيز وفرقته تصعب الوالي. اعلى ابوي لكم قلبي اوتاق بالي، ابجيتك هاي وبنشدك علي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، انا لله وانا اليه راجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما لك لك جزاك الله خير. أقرأ. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه يا كاشف السوء والبلوى، شافي وعافي كل مريض يا الله. بالأخص من أوصاني بالدعاء، من قصداهم بالدعاء، من على مرضاهم بالشفاء العاجل يا الله. الطالب حاجة في هذا المجلس في غيره، اقضي حوائجهم بباب الحوائج أبي الفضل العباس يا الله. عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأشياعه واللائدين تحت لوائه يا الله. وإلى أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم الشريف، رحم الله من يقرأ الفاتحة معطر بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. منزلاً